السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، نهاركم مبروك. كي دايرين أخوتي؟ كل شي بخير، الأحوال طيبة؟ كي دايرين نتوما وليداتكم العائلات ديالكم؟ كل شي مزيان الحمد لله ونشكره. كيف هي الأجواء عندكم في مدنكم الحبيبة في المغرب الحبيب؟ هل أنتم ملتزمون بما جاء في التعليمات الوزارية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة؟ نعم نعم نحن ملتزمون، وأنتم كذلك لازم أن تلتزموا إخواني أخواتكم أخواتي، أن تلتزموا بيوتكم، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يحد هذا البأس هذا، ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه، ويحفظ سائر بلاد المسلمين في كل أنحاء العالم. نتمنى إخواني أخواتي أنكم تكونوا في هذه اللحظة بخير وعلى خير، والأمور كاملة مزيانة، والله يحفظنا ويحفظكم كما قلت، ويحفظ ملكنا الله ينصره، الله يحفظه حتى هو، ويجعل الله سبحانه وتعالى يطول في عمره ويرزقه الصحة والعافية. وكنشكر من هذا المنبر القوات العمومية بسائر أطيافها من درك ملكي، قوة مسلحة ملكية، أمن وطني، والسلطة محلية، وقوات مساعدة على ما يقومون به لصالحنا وصالح المواطنين أجمعين. وكنشكر إخواني أخواتي متتبعي قناة فتح حسان على الدعم ديالهم وعلى التشجيع ديالهم، وكنقول لكم الله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. يلا ندوزو أخوتي الكينتي اللي غادي يكون في 28 بوديوم جاجير سرو سويد ار ان كورس 6 رينيو ان كورس 6، غتكون في لودير بحال فانسن، كورد اغوش 2140 ديبار فولتي اوتوستار 15 بارتون. انا قلت لكم غتكون في 28 باش بلا ما نتعطلو غادي ندوزو للتحليل اللي هو كالاتي. الرقم 1 مال عنده 5 سنين، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، دي فيري بور لا بروميير فوا من لي بوستيريور، محيدين له الصباط من اللور. اول مره في حياته كيدي فيرام لي بوستيريور، دار هاد التيره وهاد المسافه جوج مرات، مره ديسكاليفيا ومره جاء دوزيام في 2018. كان مريض ما جراش من 26/12/2019، مي كيقولوا ماليه بانه بيان بريباري بور سو رونديفو، دونك اون فوا لو غاردي في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص لور. غادي ننتقلوا للوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3، هذا ستان هونغر، تا هو عنده 4 سنين، هذا هونغر ماشي مال، عنده 4 سنين، تري ريغولي ايل تيان لا ديستونس، كي تكون هاد لا ديستونس هادي منا جامي في لو تيران، ما عمرو دار هاد التيران هذا، مي هاد لا ديستونس هادي كيتقنها بيان بلاسي ديرير لا فواتور ريغولي، دونك بور اون براس ابل كوت، يعني غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمنوا انه يجي، وربما غادي يكون اوتسايدر. غادي ننتقلوا اون بريف انوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4، هذا هونغر عنده 7 سنين، ني باريغولي في لا ميوزيك ديالو، حتى هو لا ميوزيك ديالو ادون دوسي بحال السنين ديال المنشار، مي 3 على 3 في هذا الباركور هذا، اتونسيون وفي هاد التيران هذا، ولكن ماشي في لوتوستار، بيان بلاسي ديريير لوتوستار، اتونسيون غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، الى تادابتا مع ديبار فولتي راه يقدر يدير شي مفاجاه كبيره هاد لوكات هذا. اذا غادي نمشيو للرقم 5، هذا الرقم 5 هو هونغر عنده 5 سنين، تري ريغولي
دي فريدي كطبور لا بروميير فوا في حياتو 5/7 5 سور 7 سور سو تراسي اي سور 7 بيست بيان بلاسي ديريير لا فواتور. هذا غادي نحطوه بور اون بون بلاس بيان بلاسي 5/7 دي فريدي كطبور لا بروميير فوا. نتمنوا انه يكون في لو جيملي غانيون. اذا غادي ننتقلوا للرقم 6 النوتر كونكيرون اللي هي فوميلا. هذه نانا تويتا عندها 7 سنين ريغولير مي نص نص، ماشي زعما ديك لا ريغولاريتي اللي هي واعره بحال بار اكزومبل نيميرو 5 ولا ما عمرها دارت هاد التيران هذا، ولكن دايره هاد لا ديستونس في دي زوتر تيران في تيرانات اخرين بيان بلاسي ديريير لا فواتور. اي بو سو بلاسي ردو منها البال. هاد العوده هادي راها زوينه، الكور ديالها مزيان، هادي راه تقدر حتى هي دير شي مفاجاه. غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7 هذا. هونجر عنده 6 سنين ريغولي حتى هو مي نص نص، ولكن هذا العود هذا ما تنساوش تحيدوش من بالكم، راه ولد التيران ديجا دار المسافه بليزيور فوا وكيت بلاصه وواحد المره كاع ربح في هاد لا ديستونس هادي وفي هاد التيران. كان واقف من لو 12/6/2019 اوروبرا، يعني ارجع ل الى روبري في لو 18/2 استأنف نهار 18/2. هادي تروازيام كورس ديالو اللي عنده من مور لا روبريز ديالو. المشكل ديالو هو عنده هاد النيميرو 7 شويه جا اليكستيريور، مي اون فالو غاردي بور اون سيربريز بالخصوص انه ولد تيران. غادي نمشيو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8. هاد الرقم 8 هونغر عنده 5 سنين ريغولي 2/5 فهاد التراسي هذا وفي هذا التيران هذا. المشكل اللي عنده هو داك النيميرو 8 ديريير لا فواتور، يعني عنده نيميرو خايب. مي مالغري سا غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا ولا غنحطوه بارمي لي سيربريز. اسمحوا لي راه كنزرب شي شويه لان باش الله يلحق يخرج الفيديو، ما كنت خدام يلاه ساليت ما لحقتش باش ندير لكم الفيديو بكري. غادي نمشيو للرقم 11. هذا الرقم 11 هذا ديريكتومون قلنا نقزنا من الويت للديس. هذا الرقم 11 فوميلا نانا عندها 5 سنين ريغولير. بدات لا كارير ديالها معطله شي شويه في الويت 6/2019 عاد بدات واحد على واحد في هاد لوطراسي. دارت كورسة وحده في هاد لوطراسي وفي هاد التيران جات دوزيام في لوكات ان 2020 دي فيري دي كات بور لا بروميير فوا في لا كارير ديالها. دونك اتونسيون هاد العوده هادي تقدر دير لنا شي مفاجاه، ونتمنوا انها تكون في لا كومبينيزون غانيوت او بلاسي بوركوا با. اذا غادي ننتقلوا للرقم 12. هذا الرقم 12 هونغر عنده 6 ديال السنوات ريغولي مي نص نص حتى هو ديجا بريي في هاد المسافه. دابا عنده الروكيل كيف ما قلنا، جا عنده رقم 12 من مور لوتوستار ودي فيري دي كات بور لا بروميير فوا تا هو في لا كارير ديالو. اتونسيون هاد العود هذا راه تو او ريان، هاد العود 12 راه تو او ريان، الكل غيلعب الكل في الكل، يا اما يجي يا اما باي باي يا مون امور. اذا غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون حتى هو الرقم 13. هذا هونغر عنده 7 سنين ريغولي مي نص نص 4/6 4/6 4 سور 6 في هذا لوطراسي. هذا ديفيري دي بوستيريور بور لا بروميير فوا محيدين له الصباط من اللور. المشكل ديالو جا اون دوزيام ليني، ولكن مادام هاد العودة دار زوين وعاجبه كيعجبو هاد التيران ودار المسافة وكيت بلاصة فيها وهذا، ورغم هاد من مور الطونوبيل راه يبفر ان بروغري ولا دي بروغري، ويقدر يكون يدير لنا شي مفاجأة كبيرة. هاد الرقم 13. اذا
ما هدرناش على واحد العود نقزناه، مي غادي نحطوه في لي سيربريز ديالنا، هو الرقم 10. هذا الرقم 10 راه عود مزيان، حتى هو ايتيان لا ديستونس. المشكل عنده هو داك لو نيميرو ديالو اللي هو لو نيميرو 10، ما يقدر يكري ان سيربريز. هو والرقم جوج، هو والرقم جوج، داك الرقم جوج راه خطير. ردوا منه البال اللي غيلعب الاكس، يلوحوا اللور، يلوحوا اللور. دونك قبل ما ندوزو لا سيليكسيون ديالنا والعلبه السوداء ديال فتي حسن، غادي نقول لكم بان مثلا الاخوان عفوا اللي ما لقاوش كيفاش يديروا يلعبوا، راه كاينين الصكات اللي اجري عندهم لي ماشين، اولا الدراري اللي كيعجبهم يلعبوا هذا وهذا، ممكن ايفيرسيو واحد المونطون في سميتو في الكونت ديال سوريك بالاذن ديال سوريك، وكيبقاو يلعبوا بالتليفون مع سوريك. ممكن تصلوا بسوريك وهي غتقول لكم اشنو كاين. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون كالاتي، هي 4 5 3 11 6 7 12 و 1. أعيد 4 5 3 11 6 7 12 و 1. أعيد 4 5 3 11 6 7 12 و 1. بالنسبة للسيربريز عندنا ويت 13 اي لو 10، عندنا ويت 13 اي لو 10، يعني 8 13، شرف المفاجأة. ولكن ما تنساوش الله يجازيكم بخير الدراري اللي كيلعبوا الاكس، ياخذوا باز من عندنا من هنايا ويلوحوا داك الديس من مور الاكس، هو وده هو وده. دونك بالنسبه للابواط نوار ديالنا عطينا 1 3 4 5، العلبه السوداء ديال قناه فتي حسن عطينا 1 3 4 5، 1 3 4 5. دونك الى هنا اخواني اخواتي، كنتمنى لكم التوفيق والله يسر. وبالنسبه لا ديرنيير مينيت نقدر نقولها لكم دابا، تقدر تكون هي لو نيميرو 8، لا ديرنيير مينيت تقدر تكون هي الرقم 8 افيك لو شوفال اكومبانيون، يقدر هو يكون لو نيميرو 4، ردوا البال من داك لو نيميرو 4. وكنتمنى لكم التوفيق والتيسير وصحة جيدة، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا كما العادة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ومن أقصى غربها إلى أقصى شرقها، ويحفظ كاع المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وعلى رأسهم صاحب الجلالة نصره الله. الله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه، والله يرفع عنا هذا البلاء هذا. قولوا آمين. ودعوتكم الفتي حسن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.